ثاني مرة ثانية في عندنا آخر حاجة في قائمة في الشريط الرئيسي، حاجة بسميها تأثيرات النص. لو حددنا أي جزء من مثلا كيمياء أو فيزياء أو أي حاجة عملنا لها مثلا حجم كبير ونختار تأثير من التأثيرات، ممكن نغير هذا التأثير أو نغير شكل التنسيق فيها. مثلا هاي كلمة كيمياء غيرناها، أو ممكن كمان نبدأ نغير في التفصيلات الداخلية، الإطار الخارجي. مثلا لو اخترنا لونه أحمر، هاي شايفين الخط الخارجي أحمر، ممكن كمان نغير الإطار الداخلي أو التعبئة الداخلية من تأثيرات النص. هاي الظل، ممكن لو كان في عنا ظل معين، هاي ظل هنا مثلا شايفين الظل الداخلي الموجود عنا. كمان ممكن نغير الانعكاس، كيف الانعكاس تبعه بده يكون. هاي الانعكاس ظهر تحت، ممكن تقدروا تجاوبوهم كلياتهم بأي شكل عندنا. هيك بنكون خلصنا كل الموجود في قائمة ملف. في حاجة مهمة كتير هنا في البحث والاستبدال، ممكن لو بحثنا على كلمة معينة وعايزين نستبدلها، حطينا الخط وعملنا بحث واستبدال، حتظهر عندنا قائمة بحث واستبدال. عايز استبدل مثلا كل حاجة فيها رقم 2 هنا، استبدلها برقم 9. شايفين 2000 فصل اول 20 20 21. لو استبدلناها 9 وعملنا استبدال الكل، هيستبدل هنا، شايفين كيف؟ نرجعها مرة ثانية، نستبدل كل 9 9 ب2، هاي استبدال الكل، ارجعهم مرة ثانية. هذا اوفر اول على كل النص الموجود عندنا. تمام. الآن نيجي على قائمة إدراج. في عندنا في قائمة إدراج مجموعة من الأوامر. مجموعة الأوامر هذه أخذنا منها أول حاجة اللي هي إدراج جدول، وتعلمنا كيف نعمل جدول وراجعناه مرة ثانية في النص. في كمان ممكن أدرج صورة معينة، هي إدراج صورة. من وين بدي أدرجها؟ من الجهاز نفسه مثلا، هاي صورة من الجهاز. ونيجي على الصور المحفوظة، ما فيش عندي صور محفوظة، في عندي صور على سطح المكتب مثلا، عايز أدرج الصور هذه. بقدر أتحكم في الصور من جميع الخلايا أو من جميع الجوانب، هاي قاعد بزغر فيها. وكمان ممكن أحدد الصور بالالتفاف تبعها، ممكن ألفها بشكل كامل 180 درجة أو حسب الشكل أنا عندي. في حاجة مهمة كتير هنا في الصورة، ممكن لو جيت رايت كليك عليها، في حاجة اسمها إدراج تسمية توضيحية. لو اخترناها إيش حيكون اسم التسمية التوضيحية؟ مثلا هنا مديني فيجر 1، بدل ما يكون هو فيجر 1 ممكن أغير شكلها أو اسم فيجر 1 بأي شكل أنا عايزه. باجي هنا من عند وصف جديد وبوصفه مثلا، نسميه جدول أو الصورة صورة رقم 1، موافق. إجا عندي هنا بدل فيجر 1 كان صورة رقم 1، عايزها بالأسفل العنصر ولا أعلى العنصر؟ هي مثلا أعلى العنصر، موافق. هيجي عندي اعلى العنصر كان في صورة رقم 1، وبنقدر نرفع الرقم الموجود هنا اللي ملوش لازمة. ممكن كمان نخليها مرة تانية إدراج تسمية، بدل ما هو في اسفل النص في اعلى النص يكون في اسفل النص. وممكن كمان اعمل له ايه، حذف. هي نزلناها في الاسفل، وممكن كلياته بالكامل نعمل له ايه، حذف للصور كلياتها بشكل كامل.
تانية في قائمة الدرج، مرة تانية في الأشكال زي ما ضفنا صور ممكن نضيف أي شكل من الأشكال الموجودة عندنا، وأهم الأشكال ممكن نضيفها اللي هي مربع النص، بدل ما نكتب كلمة فيسبوك هنا ممكن نحط شكل خارجي ونكتب الاسم اللي احنا بدنا اياه، مثلا جامعة الأقصى. كمان بنقدر نغير الشكل هذا بالأشكال التلقائية الموجودة فيها، بأي شكل من الأشكال التلقائية الموجود عندي. ممكن نغير من التعبئة، من المكان تعبئة الشكل. طبعا لو لاحظنا في ظهرت عندنا قائمة تنسيق لحالها جديدة بعد ما أدرجنا النص، ظهرت عندي قائمة اسمها قائمة تنسيق خاصة بالكلام هذا. كمان شكل الإطار، ممكن نغير شكل الإطار الخارجي نخليه باللون اللي احنا بدنا اياه، وتأثيرات النص كمان ممكن نغير أي تأثير من التأثيرات النص الموجود عندنا، وكمان الخط، لون الخط الداخلي نفسه ممكن نغيره بالشكل اللي احنا بدنا اياه. كمان لون الخط الداخلي من جوا او لون الوورد ارت للخط الداخلي ممكن نغيره بالشكل اللي احنا عايزينه. وورد ارت لو كنا بنتحكم في وورد ارت لنفس الشكل ممكن نختار الالتفاف الداخلي، شايفين هنا كيف حيكون شكله، ناخد الشكل هذا مثلا او الشكل هذا او الشكل الموجود عندنا هنا. ممكن نتحكم في أي شكل من الأشكال الموجودة عندنا هنا. طيب إحنا لو جينا فصلنا سحبنا الصورة هذه، سحبناها على اليمين زي كده، تمام، هنلاحظ إنه انفصلوا عن بعضهم. طيب لو عايز أخليهم الاثنين في نفس الشكل، هي الصورة حطناها هنا وجينا بالزر كنترول، ضلينا دايسين زر كنترول وعلمنا الشكل الثاني اللي هو شكل الصورة الخارجي المفترض هنا يتعلم هاي الشكل هذا، وجينا لزر الصورة مش قادر يعلمه. المهم لو كانوا الشكلين مختلفين وجنب بعض او تحت بعض كده، نشوف مش قادر يعلم الشكلين. ممكن كمان من الأشكال نضيف أي شكل من الأشكال الموجودة عندنا، هي مثلا شكل صورة سمايل، عايزين نضيف شكل تاني من الأشكال مثلا هاي، بلزمنا كتير إنه نشتغل على الأشكال هذه ونعرف كيف نضيفها. دائما بتظهر معايا قائمة التنسيق، لو طلعت بقى هتختفي قائمة التنسيق هذه. كمان ممكن نجابوا مجموعة الأشكال الموجودة، جابوا كيف ممكن نضيفوها. هاي في عنا أشكال بالشكل هذا اللي بيكون فيها نص الكلام، وممكن نغير كمان الأشكال هذه لو مسكناها من هنا من الطرف هذا، وممكن نغير أشكالها لو كان في عندنا كلام مكتوب هنا وبدنا نوصف، نوصف جوات المربع هذا أي وصف بدنا إياه، لو قاعدين بنأشر على شيء معين، خطوط ممكن نضيف الخط اللي احنا بدنا إياه. هذا بالنسبة لإدراج في قائمة الدرج. ممكن ندرج أيقونة معينة، وحيقول لي الأيقونة هذه من وين بدك إياها، لكن هذا مش هدفنا في الكورس، هذا هدفنا فقط إدراج الأشكال وإدراج الصور والجداول. ممكن لو بدنا ندرج حاجات ثلاثية الأبعاد برضو حيقول لي من وين بدنا نجيبها، برضو مش هدفنا. في حاجة كتير مهمة، في زي ما هي الصور مهمة، في حاجة اسمها إدراج سمارت آرت. السمارت آرت هي المخططات البيانية، مخطط بياني.
لو احنا فتحنا صفحة جديدة وهي مستند فارغ وجينا نعمل مثلا من قائمة الداج، من قائمة الداج في عنا سمارت ارت، عايزين نعمل هيكلية زي الهيكليات الموجودة عندنا في الجامعة، نختار اي شكل من القوائم الموجودة عندنا هنا، نختار اي شكل من القوائم الموجودة، مثلا عايزين نختار الشكل الهيكلي الموجود عندنا اللي هو عامل بالشكل هذا او بالشكل هذا موافق، ونقول هنا مثلا جامعة الأقصى، وتحت جامعة الأقصى هي مثلا هنا دكتور مش ظاهر، مش ظاهر عندكم؟ لا تمام كده؟ تمام. نيجي من قائمة إدراج، في حاجة اسمها سمارت آرت اللي هي الشغلة اللي بنستخدمها لإدراج الهيكليات أو الأشكال البيانية زي الأشكال الموجودة عندنا هنا. كويس، لو بدنا نعمل مثلا هيكل لجامعة الأقصى الموجودة عندنا، مثلا نختار الهيكلية هذه، في الهيكلية هذه في عندنا هنا جامعة الأقصى، كويس، فيها مثلا كلية التابية مثلا، وهنا جنبها كلية الآداب، وفي كلية التابية في عندنا مجموعة أقسام، مثلا قسم ايش اسمه، قسم التكنولوجيا التعليم، و وفي عنا هنا في الأداب قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية. طيب هيك خلص معنا الكلام الموجود. لو عايز أضيف ما حاجة زي كده في المستوى هذا أو حاجة زي كده في المستوى هذا، في عنا الزر الموجود على الناحية اليسار هذه، هيظهر معنا قائمة. القائمة هذه طبعا الأشكال اللي هنا كلياتها بدناش إياها كلها بالشكل هذا، حيظهر عندي قائمة، هي كلية الآداب وكلية التابية موجودة، وتحت كلية التابية بشكل هيكلي زي ما بنحط هنا بشكل هيكلي، بيظهر عندنا بالشكل هذا بشكل هيكلي. لو نزلنا تحت كمان واحدة كنت زد هنا، جينا في النص، لو جينا على النهاية ونزلنا بالإنتر هنلاقيه نزل تحت كلية التابية هنا، شايفينها؟ تمام كده؟ باجي مثلا ايش في قسم عندكم أصول التابية، طب لو بدي أضيف تحت كلية الآداب باجي عند اللغة العربية وأضيف هنا اللغة الإنجليزية، لو بدي أضيف تحت جامعة الأقصى باجي عند جامعة الأقصى كلية العلوم، لا بس نضيفها على مستوى الكليات، كلية العلوم. طب هنا صار عندي بالشكل هذه، لازم تكون على نفس مستوى كلية التابية هنا، شايفينها؟ فباجي بزر تاب وبعدي فيها واحدة قدام. تمام؟ تمام كده يا بنات؟ وتحت كلية العلوم بدي أضيف كمان كلية اللي هو كلية التجارة مثلا. تمام؟ طب عند كلية العلوم بدي أضيف أقسام، بس القسم بده يكون تحت كلية العلوم، شايفين القسم وين إجا؟ إجا هنا، بس بدي إياه القسم هذا يكون تحت كلية العلوم، بروح بالتاب هنا موجود وبمشي عليه بالتاب فهينزل تحت كلية العلوم، قسم الفيزياء الكيمياء. تمام كده؟ وممكن نغير الخطوط زي ما بدنا هنا، نغير الهيكليات، ممكن نغير شكل الهيكلية بالكامل، نخلي الشكل هذا وهو معمول نفس الهيكليات، تخطيطات إضافية، ممكن أختار أي شكل من الأشكال أخليه بالشكل هذا مثلا أو بالشكل الموجود عندنا هنا،
أو أي شكل بدكم إياه ممكن نروح عليه، أو شكل مصفوفة أو شكل هامي، أي شكل أنتم بدكم إياه ممكن نغير فيه الهيكليات زي ما إحنا بدنا. تمام كده، واضح الكلام هذا؟ ها؟ تمام يا تمام. طب إحنا ماشيين بسرعة ولا كويس؟ لا كويس يا دكتور. طيب في كمان عندنا حاجة اسمها مخطط. المخططات لو بدنا ندرس مخطط، بس عشان ندرس احنا مخطط من الوود لازم يكون في عندنا ملف في بيانات. طبعا هنحتاج مخطط بالشكل هذا عشان ندرس مخطط عمودي او افقي او خطي او دائري، لازم يكون في عندنا مجموعه بيانات عشان ندرس عليها المخطط. هنتعلمها نروح نجيب من النت. هاي من النت نجيب جدول معين. شايفين النت انتوا قد؟ جدول بيانات، جدول بيانات، اي جدول بيانات موجود عندنا وعايزين منه بيانات معينة من الكل. الهدف بس اخذ بيانات جاهزة. طيب رجعنا تاني. ممكن هنا احنا ناخذ عندنا مجموعة بيانات ممكن استفيد منها. هي عندي جدول عامل بالشكل هذا، ممكن واضحة الشاشة معنا؟ الشاشة واضحة معنا بنات؟ واضحة يا دكتور. ممكن نضيف شكل بجدول بالشكل هذا. لو اديتكم الجدول هذا بتقدروا تعملوه؟ طبعا. طيب لو جينا نحدد الجدول هذا، بنحدد الحاجات اللي عايزين نعملها تخطيط، وبنروح على قائمة التخطيط اللي هي موجودة عندنا هنا في مخطط، وبنختار شكل المخطط هذا مثلا، وحنلاقيه أدرج التخطيط جنب المخطط. طبعا نجح. لا تمام. طبعا هنا ادانا عناوين سلسله 3، سلسله 4، سلسله 5. بنقدر نغير الوصف الموجود هنا، نسميه مثلا العمود الاول، هنلاقيه بيتغير معنا. هي اتغير العمود الاول، ونغير الشكل الموجود عندنا هنا العمود الثاني والسلسلة العمود الثالث تغير بالشكل عندنا. انت هيتغير الاشكال هنا، بنسكه ممكن نقدر نسكه، وممكن نرجع له مرة ثانية. لو احنا على اي واحد هنا او نغير الشكل اللي موجود عندنا هنا، ولو احنا على نفس الشكل المخطط كلياته وايت كليك، في حاجه اسمها بيانات اكسل او تحيه البيانات هنا، لو فتنا عليها بنرجع اللي هي الحاجات الموجوده عندنا هنا. ممكن نغير الفئات، بدل ما هو فئه واحد فئه اثنين او فئه ثلاثه، نغير كمان اسمائهم الفئات الموجوده هنا، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ممكن كمان نغير العمود اللي موجود عندنا هنا هذا، رايت كليك ونغير لون التعبئه، بدل ما هو باللون هذا نغير لونه للون الازرق. طبعا حيغير كل الاعمده اللي بالفئه تبعته. العمود الثاني نغير لونه.
نخليه باللون الأصفر مثلا، والعمود اللي هنا نخلي لونه مثلا هاي تغيير، بدل ما هو أصفر نخليه باللون الأخضر زي ما بدنا. ممكن نفس المخطط هذا بدل ما نجيبه هنا احنا ضفناه هنا، ممكن نعمل له كنترول اكس قص بالكامل ونحطه تحت العمود. مش بس بسجل اسماء زمايلكم، ممكن نحطه تحت ونعمل له كنترول في علشان ما يطلعش بشكل معين. طبعا عنوان المخطط هنا بنقدر نغير عنوان المخطط، تمام، ونشوف اي عنوان ثاني نكتبه جواته. كمان هنا في القائمه فوق بنغير الأشكال زي ما بدنا من المخطط، وممكن نغير المخطط كله بالكامل الموجود أو نغير ألوانه كلياتها بالتدريج لألوان معينة. الكلام هذا كتير مهم خصوص إلكو، هو مش مطلوب منكم كتير لكن أنا حبيت أحطه يعني في الشكل. طيب في حاجة المرفضات احنا ما حكناهاش، مثلا في العمود هذا لو بدي اغير النسبة المئوية هذه بدي اخليها النسبة كلياتها بالطول، اغير شك او اتجاه الخط فيها، بروح بعلم عليها وايت كليك، وفي عندنا حاجة هنا اسمها اتجاه النص، وبختار اتجاه النص زي ما بدي. شايفين كيف صار شكلها؟ تاني علم عليها ورايت كليك زي الماوس اليمين، واتجاه النص اخذ اتجاه نص بشكل اخر فيها. معايا مجمعين ولا ضعتوا؟ مش عارفه يا دكتور انت سريع ولا احنا عشان بنطبقش. طب اسيبكم تطبقوا، اسيبكم 10 دقائق. مش عارفه، حاسه زي مش عارفه متصعبه ولا عشان يعني ممكن اسيبكم 10 دقائق تطبقوا هي قدامكم، تعملوا جدول زي هذا وتطبقوا، وبعد كده اشوف كل الناس ايش في عندها تعمل. ممكن شايفين الشاشه هذه اللي اسمها نيو شير ظاهر عندكم في الزوم؟ شايفين هذا النيو شير في شاشة الزوم نفسها؟ شاشة الزوم نفسها في حاجة اسمها نيو شير فوق. ايه جاءت مرة تانية على التسجيل. كيف احنا بدنا نسلم النشاط؟ عشان نسلم نشاط زي كده هنروح نعمل ملف حفظ باسم، تمام، ونسمي النشاط على كأنه ملف. شايفين هنا عندنا الشاشة؟ فهمت. نسميه مثلا هاي نشاط واحد، وباسمنا مثلا باسم هاي زاها حدا، كويس. وهاي حفظ. الان النشاط صار وين موجود؟ النشاط صار موجود على سطح المكتب. نروح على سطح المكتب، هاي النشاط تبعنا، بناخده وبنروح على وين؟ بنروح فيه على الزوم، اسف على او ممكن على الزوم نفسه، على الشات نفسه ابعته، او ببعته على وين؟ ببعته على الواتساب. هنا باجي اتاش فايل،
هي اتاش فوتو فايل، هنا فايل دوكيومنت شايفينها، وعن سطح المكتب باجي ايه بختار اللقاء مباشرة. تمام، هاي بعتلكوا اياه على بعتلكوا اياه على الزوم انا، فحستقبل من عندكم من هنا. عيدها شوي دكتور. كيف؟ عيدها ثاني. بعد ما خزنت على سطح المكتب زي ما اسماء بعتت الصوره، ما شدي اسماء بعتت الصوره هنا على على الواتساب زي ما بعتيها، بس حبعت دوكيومنت مش صور. في عندنا من اتاش من هنا في حاجه اسمها دوكيومنت، شايفينها؟ في حاجه اسمها دوكيومنت صح؟ اختار دوكيومنت، حيقول لي من وين بدك تبعتها. بختار من سطح المكتب من الديسكتوب، وبروح على الدوكيومنت هذه، بختار النشاط واقول له اوكي موافق واسف. ماشي، يلا لقيت مين عنده ملف وورد بنبعته ونستقبله ونشوفه من عندنا ونعمل عليه تعديلات. ماشي، اسماء بعثت لنا هنا في على الواتساب دوكيومنت فايل، هننزل الدوكيومنت اللي بعته اسماء ونعمل الفحص عليه، نشوف هل اسماء اشتغلت صح ولا ما اشتغلت صح. وهي نيو شير لملف اسماء، هي الملف اللي اشتغلت زميلتكم شايفينه؟ واضح الملف اللي اشتغلته، هي تمكين التحيه من عندنا من هنا عشان نشوفه. اوكي، هاي اسماء. ماشي، اسماء اشتغلت شغل كويس، طبعا ما كتبتش انجليزي جنب العربي الموجود هنا، الكلام سهل يا اسماء، ما علي الا اجي في اخر الكلمه هنا واحول الكلام دكتور بس عشان السرعه والوقت، احول الكلام للغه الانجليزيه واكتب انجليزي مثلا. تمام، هذا كمان مش معمول بولد، ما علي الا كلياته اعلمه واعمل عليه بولد بشكل كامل. اتجاه النص بالنسبه للمئويه زي الماوس اليمين، ونعمل عليه اتجاه النص واختار شكل اتجاه النص اللي بدي اياه. تمام اسماء، كويسه اسماء، يعطيك العافيه. مين كمان؟ مين غير اسماء؟ ما حدش بعد. مره ثانيه رنا وصبرين، مين هم؟ طب في صبرين ابراهيم دخلت وسجلت بنان صاصور، مين صبرين ابراهيم ومين بنان صاصور؟ يعطيك العافية دكتور، أنا بنان كامل صرصور بس فايتة من حساب صبرين. كيف يعني؟ بالاسم النكنيم لصبرين، بس أنا بنان كامل صرصور اللي بتحضر المحاضرة، وحبعت المطلوب على الواتس لأنه فايتة من جوالها لصبرين. بنان كامل صرصور، يعني صبرين مش موجودة عندنا. تمام، لا طيب يا ماشي. تمام، يعطيك العافية. معنا شايفين الشاشة؟ يجي من قائمة إدراج معنا حاجة اسمها سمارت أرت، حعمل هيكلية لهيكلية الجامعة في سمارت أرت. تاني حختار الشكل الهيكلي، ونختار هنا أي شكل هيكلي إحنا عايزين، نختار الشكل هذا مثلا موافق. عايزين هنا نضيف في البداية جامعة الأقصى، فيها مجموعة من الكليات، هنا مثلا كلية التابية، وفي تاني كلية
الآداب، وجنب زي كلية الآداب وكلية التابعة عايزين نضيف كلية تانية نسميها كلية العلوم، وكلية ثالثة نسميها كلية التجارة، تمام. وتحت كلية العلوم راح نضيف قسم نسميه قسم الكيمياء. شايفين كيف بنضيف تحتيهم؟ وقسم الفيزياء، وتحت كلية التجارة نضيف قسم هاي تاب عشان تيجي على سطر جديد. نضيف مثلا قسم المحاسبة، وجنبه كمان قسم الإدارة. وعند كلية التابعة في عندنا قسمين، قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم أصول التابعة، وفي كلية الآداب قسم اللغة العربية. كويس؟ نغير الشكل هذا، ممكن نغيره للشكل اللي احنا بدنا اياه، ممكن نغيره بالشكل هذا. كمان التنسيق كيف بدنا اياه، ممكن نغير التنسيق اللي احنا عايزينه. الالوان ممكن نختار الالوان اللي احنا عايزينها من هنا حسب كل قسم وكل فئة. بس هذا اللي احنا ممكن نعمله، ممكن نختار الشكل اي شكل من الاشكال اللي احنا بدنا اياه، تمام. هذا التمرين الثاني. في صعب الكلام هذا؟ نقدر نعمل الكلام هذا هالقد؟ ماشي. اوقف التسجيل ثاني ونشوف، نستقبل منكم التمرين الثاني. هستقبل من اول خمس طالبات، بعد كده حنهي اللقاء، تمام. اسماء بعثت لنا النشاط تبعها، طبعا رائع يا اسماء، كويس يعني. استمر على كده حتى لو انه مش مكمله الباقي، لكن يعني واضح النشاط كويس. ان شاء الله الباقي كمان يبعثوا نفس الشيء.